بسم الله، صباح الخير عليكم فيما كنتو. صباح الخير عليكم خواتاتي، صباح الخير عليكم البنات ديالي. كي صبحتوا لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا في احسن حال، هو كيوصلكم ان شاء الله هذا الفيديو. اول حاجه كنبغي نشكركم، نشكر البنات اللي دخلوا عندي جداد، بارك الله فيهم، اللي تابوناو معايا، لهلا خطكم عليا، ان شاء الله تصبحوا تربحوا. ونشكر البنات اللي عندي قدام، نقول لهم الدار داركم ومرحبا بكم في اي وقت. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله اليوم عندنا واحد الفيديو جديده اللي فيها واحد الطبق اللي هو غني على التعريف، يعني زوين، غني بكل العناصر اللي فيه، غني بكل ما كيحتويه من خضره، من قطاني، من كل شيء. هو طبق نقولوا شتوي. كنقدروا نديروه في الشتاء، نديروه في الربيع، مي في الصيف كيجي شويه بحال سخون سخون، على حقاش فيه التوابل. هو كيليق يليق 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 مزيان فصل ديال الشتاء، اللي هو ان شاء الله الرحمن الرحيم البلكوكش. البلكوكش ولا المردود ولا العيش، يعني في الجزائر كيقولوا له العيش، كيقولوا له البركوكش، في المغرب ثاني عاود كيقولوا له البركوكش من جهه تاع وجده، كيقولوا له الكيش العيش، كيقول عفوا العيش، كيقولوا له المردود من جهه الشرقيه ثاني عاود ديال المغرب كيقولوا له المردود. هذا كنديرو في اي وقت بغينا، وكاين اللي كيديرو بالحليب. اليوم غادي نديرو يعني بلاصوص طوماط بالعناصر ديالو كاع اللي كتجي معاه، بصح كاين اللي كيديرو بالحليب. حنايا في واحد الجهه ديالنا اللي انا تزاديت فيها كيديروه بالحليب النهار اللي كيكزو فيه النعاج، يعني كيحيدوا الصوف ديال النعاج كيديروه بالحليب. حنا كنسميوه بازين بالحليب، يعني هذا هو بالكوكش ماشي محمصه، يعني هذا مفتول على اليد بحال الطعام، ولكن الحبات ديالو اغلاض كيما هكذا، ماشي المحمصه اللي كتباع ديال الماكينه، وانما البركوكش اللي كيتبركش على اليد. فوالا، المهم عندي هنايا تقريبا واحد نص كيلو 500 غرام ديال البركوكش. العناصر اللي كتمشي معاه ان شاء الله الرحمن الرحيم، بسم الله يلا نبداو. عندي القزبور والمعدنوس مطحوقين مطحونين مقطعين صغيورين اللي بغيتو. عندنا بصله كبيره، عندنا مطيشه طحنتها اللي هي فريش، وتقدري تزيدي الكونسونطري الا بغيتي. عندنا شويه ديال الحيمه، انا درت مزيج ديال الخروف وديال البقري. عندنا الحمص اللي انا عندي كونجلي. عندي شويه ديال الفول، اليوم الهضره كتلف. عندي شويه ديال الفول اللي هو خضر كونجلي سورجولي اللي بغيتو. عندي شويه ديال الكرافس اللي ها هو. عندي شويه ديال العدس، الكاميرا دارت لي. عندي شويه ديال العدس اللي يلا رطبتو غير دابا شويه باسكو نسيتو. عندي الزيت البلديه اللي ها هي تبارك الله. عندي شويه ديال السمينه اللي هي حلوه ماشي حاره. التوابل اللي كترافق هذا الطبق ديال البركوكش اللي هي كتجي غزاله ما شاء الله عليها. عندي سكينجبير، تحميره، البزار، الخرطوم، القزبور المدقوق، شويه ديال التوابل الاربعه اللي فيهم زعما كل حاجه كتسخن، اللي فيها الكوزه، اللي فيها شويه ديال القزبر المدقوق، شويه، المهم التوابل الاربعه. وعندي المليحه بطبيعه الحال. نبداو ان شاء الله. بسم الله، غنشعلو على الكوكوت. انا كندير في المره الاولى في الكوكوت ان شاء الله، ومن بعد غادي نقلبها في طنجره في طنجره في طنجره جميله اللي بغيتو. الماء عندي كيسخن باش كنمرق. بسم الله الرحمن الرحيم، غادي نبداو ان شاء الله الرحمن الرحيم بالحيمه. غنديرها انا اللحم ديال الخروف خرجتو حتى التالي باسكو نسيتو، ولكن غادي يدي كونجلا ويعاوني. بسم الله، غادي نديرو ان شاء الله. هو ساهل، يلا كتجمعي له العناصر ديالو وما كاين ما سهل منه. كنديرو هاد الحمص، كيجي غزال 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 ما شاء الله عليه، ما عندي ما نقول فيه. كيجي زويون، كيبغيوه الوليدات، كيبغيوه انا وليداتي باش قلت لهم الصباح بلي داير بالكوكش فرحوا، حقاش بارد الحال ويليق دير لوليداتك حاجه اللي هي كتسخنهم، يعني هذا فصل الشتاء يليق. بسم الله، كندير هذه البصيله، يعني هذا ماشي زعما مساله غتبقاي قلبي شنو ديري ولا
ولا غادي تعطر لك فيه ولا ساهل ماهل. يلا كتوجدي له العناصر ديالو الكوكوط ومن بعد طنجة ماشي مشكل. كندير شويه ديال الكرافس كنخلي شويه البلاتي حتى كيطيب ليا. اليوم راني كنصور بوحدي البيدات كلهم فليكور تبارك الله عليهم ما شاء الله عليهم. بسم الله كندير القزبر والمعدنوس اللي يكفيني وكنخلي شويه باش نرمي في التالي باش كيطيب لي الكوكش ديالي. كنخلي كندير كنكمل اللي بقى ليا من العناصر. كندير هاد المطيشه كلها اللي درتها تبارك الله كيجي واحد الطبق ما شاء الله عليه. في المغرب ماشي كلهم كيعرفوه. المغرب الجهه الشرقيه كتعرفوا اكثر على حقه. هو يمكن على ما اظن هو طبق جزائري على حقاش. حنايا في الجهه الشرقيه يعني اللي قريبه للحدود الجزائريه كلهم كيعرفوا البركوكش. والجزائر اوسي الجزائر حتى هي كتعرفوا بهاد السميه. يعني كنظن حقاش ماشي المغرب كله كيعرفوا. كنظن باللي هو طبق جزائري 100%. ما كاينش اللي ما كيعرفش البركوكش في الجزائر. انا كيعجبني كنموت عليه وكيعجب حتى وليداتي. غادي نديرو التوابل اللي قلنا سكينجبير تحميره توابل زوينين جداد غزال طريين ما عندهم حتى مشكل. عندنا سكينجبير تحميره البزار الخرقوم القزبر المدقوق شويه ديال التوابل الاربعه وشويه ديال الملحه. يعني ما غنديرهمش كلهم غندير الملحه كلها. اوكي ها حنا الملحه كلها شويه ديال سكينجبير شويه ديال البزار شويه ديال القزبر المدقوق شويه ديال الخرقوم ندورو هنايا شويه ديال ما عرفت سيتو شويه. سمحوا لي شي حد عيط ليا وتقطع ليا الفيديو. قلنا زدنا كاع التوابل ديالنا ماشي كلهم النص ديالهم. كنزيدو دابا شويه ديال السمن هذاك الشيء ديال السمن اللي قلنا درناه ماشي السمن حار وانما زبده حلوه كتعاون. ونديرو الزويته البلديه ديالنا اللي هي غزاله وكتعطي واحد المذاق لا يقاوم غزال. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم نبداو كنخلطو في العناصر ديالنا غير بشويه بشويه اللي كتجي تبارك الله ما شاء الله عليها. هذه الحليمه ماشي مشكل. هذه الديكونجلا اللي درتها ديال الخروف كي خرجتها حتى التالي كنحسب ما عنديش كدور لقيتها عندي الحمد لله. فوالا هذا هو كيجي على هذا الشكل. غادي دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم هاد الميه الماء اللي غلا غنديرو ان شاء الله في الطنجره في لاكوكوط. فوالا على جنب نخلط بشويه نخليه حتى يطيب ليا اللحم ديال الخروف على حقاش هو كيطيب قبل من اللحم ديال البقري. غنحس به طاب غنحيدو وغادي نخلي العناصر تكمل الطياب ديالها كلها مع بعضياتها. البركوكش ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نغسلو ندير عليه شويه ديال الماء نغسلو نكثرو ونخليه على جنب حتى الاخر. الفول والعدس غادي نزيدهم حتى التالي على حقاش هما دغيا كيطيبو. هادشي اللي كان في هاد اللحظه. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نغطي على الكوكوط ديالي كتجي كيما هكذا. كنغطي على الكوكوط ونرجع لعندكم بعد ما طيب ليا كاع هاد العناصر وان شاء الله الرحمن الرحيم نولي عندكم ونرميو البركوكش مع بعضياتنا وكيجي واحد الطبق شتوي اللي هو غزال اللي هو زوين ما شاء الله عليه. يعني تبارك الله غني بالمنافع وغني بكاع الخضر اللي فيه سواء اليابسه ولا طيه. نرجع لكم في مقريب.
بالكوكش ديالنا من بعد ما طابت كاع العناصر اللي فيه. هذا هو البركوكش، غسلته خليته شويه في الماء غير شويه طاب ماشي بزاف. اللحمه ديال الخروف اللي قلت لكم حيدتها باسكو طابت، وبدلت الطنجره ديالي درت هذه كبيره. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم سكي فول وزدت العدس اللي قلت لكم قبيله. دابا ان شاء الله غادي نغنيو البركوكش ديالنا. غنبقاو نحركوه كل مرة، نحركوه كل مرة باش ما يلصقناش الفول دغيا يطيب. لحقاش الفول ديجا راه خضر. من بعد غادي نزيد، غادي ندير لهم شوية ديال الماء. هاد لاطور اللي كانوا باقيين لي قبيلة ندير لهم شوية ديال الماء، خلطهم هكذا باش ما يبقاوش مكركبين، ونزيدهم هنايا. وفاش يتم ان شاء الله الرحمن الرحيم غنوريه لكم. البركوكش ديالنا بعد ما طاب هو هذا، بسم الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، كيجي غزال وبنين، واحد المذاق لا يقاوم. ان شاء الله يعجبكم وتجربوا الدار ديالكم ديالكم في البيت. ما تنساوش اخواتي حبيباتي لي لايك والاشتراك وضغطوا على الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. غادي نزيدو له شويه ديال الصبور والمعدنوس هكا كتزين. ان شاء الله يعجبكم وجربوه كما قلت لكم في مره الاولى. ميداتكم شهيه طيبه والى طبق اخر بحب.